بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية من قبل الدكتورة الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 13 Coagulation of Blood Part 1. Coagulation of Blood معناه شنو؟ معناه تخثر الدم، عملية الخثرة اللي تتكون أثناء الجروح. زين، هسه احنا عندنا في صورة توضيحية لهذا الموضوع، انه هذا الشريان او الوريد الوعاء الدموي. هاي هنا صار بفد نوع من الجرح او الخدش. زين، فهنا هاي كريات الدم الحمراء وهاي الصفيحات الدموية، وهذا جدار الوعاء الدموي خلينا نقول احنا المتمزق او المتضرر. زين، فبعد برهة عدة دقائق راح تبدي هاي الخثرة تتكون، هاي الكلوت نسميها احنا الخثرة. زين، هاي الخثرة اللي تكونت بها يعني سلسلة من الخطوات والمراحل يلا توصل الى هاي المرحلة في تكوين الخثرة. هسه نجي التفاصيل ان شاء الله. definition، تعريف شنو معنى الكوغوليشن. كوغوليشن او clotting is defined as the process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass. إذن هو عبارة عن عملية من خلالها يفقد الدم سيولته ويصبح مادة كتلة أو مادة مثل كتلة الجلي. زين، few minutes after it is shed out or collected in a container. يقول بعد دقائق قليلة من خروجه من الوعاء الدموي أو تجميعه في محتوى أو container. Factors involved in blood clotting، شنو العوامل اللي يعني اللي مشمولة بهاي العملية التخثر الدم؟ Coagulation of blood occurs through a series of reactions due to the activation of a group of substances. إذن هي تحصل هاي العملية من خلال سلسلة من التفاعلات وتنشيط والتنشيط لمجموعة من المواد. Substances necessary for clotting are called clotting factors. شو نسميها العوامل الضرورية لعملية التخثر؟ نسميها عوامل التخثر. طبعا هاي هنا عندنا 13 عامل من الفاكتور 1 للفاكتور 13، وكل واحد شنو الاسم مالته. مثل الفاكتور 1 فايبرينوجين، ال2 بروثرومبين، 3 ثرومبوبلاستين نسميه تيشو فاكتور، ال4 كالسيوم عندنا، ال5 لايبل فاكتور برو اكسيلرين اور اكسيلريتر جلوبولين، الفاكتور هذا الفايف، السكس presence has not been proved، يعني ما له وجود. العامل السادس، العامل السابع stable factor، عامل استقرار، عامل الثامن anti-helminthic factor، anti-hemophilic factor globulin، العامل هذا الثامن، التاسع نسميه Christmas factor، العامل العاشر نسميه stored power factor، العامل 11 بلازما ثرومبوبلاستين انتيسيدنت، والعامل اللي 12 هاجمان فاكتور كونتاكت فاكتور، والعامل 13 نسميه او 13 فايبرين ستابلايزينج فاكتور. فهي يعني تحفظوها مثل ما هي، ما يحتاج ترجمه باللغه العربيه. السيكونس اوف كلوتينج ميكانيزم، شنو هسه يعني الخطوات او الاحداث اللي تصير عملية التخثر. انزيم كاسكيد ثيوري تسميها هنا، انزيم كاسكيد ثيوري، شنو؟ most of the clotting factors are proteins in the form of enzymes. في العوامل التخثر هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن بروتينات بشنو؟ بهيئة انزيمات. normally all the factors are present in the form of inactive proenzyme. بالأمور الطبيعية هذه العوامل تكون غير فعالة، إنزيمات غير فعالة. These proenzymes must be activated into enzymes. من تتحول إلى يعني تتفعل راح تتحول إلى إنزيمات فعالة. كانت إنزيمات غير فعالة نسميها proenzyme، inactive proenzyme، ولكن من تتفعل راح تتحول إلى activated enzyme to enforce clot formation، حتى تحرض على تكوين الخثرة.
It is carried out by a series of pro-enzyme enzyme conversion reactions. إذن هاي كلها الأحداث يقول تصير من خلال سلسلة من التحولات الإنزيمات من الإنزيمات الغير فعالة إلى الفعالة زين وحتى تساهم في عملية التخاثر. The first one, خطوة الأولى of the series is converted into an active enzyme that activates the second one. فالمرحلة الأولى أنه الـ inactive enzyme يتحول إلى active enzyme وهذا بدور الـ active enzyme أيضا راح يحفز لنا الأول يحفز الثاني والثاني يحفز الثالث وهكذا إلى أن نصل المرحلة النهائية اللي نسميها final active enzyme thrombin is formed. هاي المحصلة والثمرة النهائية تتكون مادة الثرومبين. Enzyme cascade theory explains how various reactions involved and the conversion of proenzymes to active enzymes take place in the form of a cascade. فهي عبارة عن شو الكاسكت يعني شو نقول في شيء منظم خطوات متتالية أو شيء منظم هاي كلمة كاسكت. فهي إذن هي عبارة عن سلسلة من خطوات منظمة تحدث خلال عملية التخاثر. The cascade refers to a process. شو معنى cascade؟ يعني هي عبارة عن process that occurs through a series of steps. إذن نفس الشيء طبعا احنا عندنا هاي المرة ايضا الثالثه اعتقد عدناها انه الكاسكت معناها هي خطوات متتاليه او خطوات منظمه او هي عمليه تحدث من خلالها سلسله من الخطوات اللي هي كل خطوه initiating each step initiating the next. كل خطوه الخطوه الاولى علما تحفز لحصول الخطوه الثانيه والخطوه الثانيه تحفز لحصول الخطوه الثالثه والخطوه الثالثه تحفز لحصول الخطوه الرابعه فنسميه كاسكت يعني زين خطوات متتاليه إلى أن final steps is reached إلى أن نوصل للمرحلة النهائية. هسه شنو هاي بالخلال الرسم الآن يوضح لك هاي الصورة. step 1 الخطوة الأولى الانجري يعني إحنا خلينا نقول صار فد انجري فد ضرر خارجي زين مثلا بالجلد راح يصير جرح بالجلد راح يصير تمزق بضرر أو دمج بالأوعية الدموية فالدمج من البلاد فيزل من راح يصير دمج ايش راح يصير خروج للدم يخرج الدم leakage of blood and its components راح يخرج الدم بما حمل يعني هو مكوناته هاي الخطوه الاولى من صارت هاي الخطوه الاولى ايش حفزت لنا الخطوه الثانيه شنو الخطوه الثانيه صار vascular spasm صار يعني تقلصات في الاوعيه الدمويه نسميها muscular contraction near the point of injury reduction in the blood loss فلما صار الانجري هذا الجرح وطلع الدم ايش راح يصير الجزء العضلي الموجود بالوعاء الدموي راسا ايش يصير بيه تقلصات من يتقلص راح ينكمش من ينكمش راح يصير قله في تقليل خروج الدم الى الخارج زين الخطوه الثالثه thrombocyte plug formation نجي دور الخطوات شنو عندنا الصفيحات الدمويه اسمها thrombocyte plug formation يعني تتكون فد شبكة سوينا شبكة زين activation of thrombocyte by chemicals released from the site of injury وين تصير هاي المواد اللي تتحرر زين من تحفز لنا يقول هاي الصفيحات الدموية من خلال شو من خلال عناصر كيميائية تخرج أو مواد كيميائية تتحرر في موضع الإصابة release of chemicals by bound thrombocytes to activate and attract other thrombocytes هذه الكيميكالز اللي راح ترتبط مع الصفيحات الدمويه دور تحفز وتجذب الصفيحات الدمويه الاخرى migration of thrombocytes towards the site of injury دور راح يصير الدور هاي راح تهاجر الصفيحات الدمويه المن باتجاه شو الان شو نقول عمليه هنا نقول احنا عمليه اغاثه اسعافات اوليه راح تصير زين راح يصير هجره هذه الصفيحات الدمويه المن الى موضع الاصابه بعدها الخطوة الأخيرة يقول راح يصير تجلط في أو تخثر في الدم وformation of a stable clot. The stages of a blood clotting in general blood clotting occurs in three stages. First one formation of prothrombin activator. الخطوة الثانية تحويل prothrombin إلى thrombin والخطوة الثالثة وجود الثرومبين راح يحول لنا الفايبرينوجين إلى فايبرين. زين؟ Coagulation, the formation of a blood clot. هاي فديش الرسم شون انه صار تضرر بالأوعية الدموية. زين هاي platelets صفحات دموية.
وهذه عندنا الجدار الداخلي للوعاء الدموي اللي هو اللي نسميه الاندوثيليوم. زين شلون صار بيتضرر؟ فايكولات الدم الحمراء تبدي هنا قلنا صار تقلصات بالوعاء الدموي زين بالجزء العضلي، من يتقلص راح تقلل خروج الدم وراح تتحفز هاي الصفيحات الدموية بالتكتل في هذه المنطقة وتكون لنا الخثرة من خلال سلسلة من الخطوات والعوامل المساعدة على التخثر إلى أن تتكون عندنا مرحلة الفايبرين. هاي آخر شيء هي الخثرة، اللي هي مادة الفايبرين اللي تقطع النزيف وتقطع خروج الدم نهائيا من الجرح. الستيج 1 قلنا هاي شو هسه انجرد فيزل مثل ما قلنا، وايش راح يسوي ان هذا الانجرد راح يسوي ان هسه نجدر بالخطوات التفصيليه زين. بهالحاله الخطوه الاولى يكون لنا ما يسمى بالبروثرومبين اكتيفيتر، الخطوه الاولى بس صار هذا الانجري زين. الدور بوجود طبعا عده خطوات البروثرومبين اكتيفيتر تكون، طبعا البروثرومبين اكتيفيتر بنتكون يتكون خلال خطوات عديدة زين. يلا يتحفز لنا البروثرومبين اكتيفيتر بيصير بوجود الكالسيوم راح يحاولوا يتحول لنا البروثرومبين من الى ثرومبين. الدور هذا الثرومبين يحول لنا الفايبرينوجين الى فايبرين فايبرز، هي هاو اللي نسميه احنا البلاد كلوت. هسه الستيج الاول اللي هو بروثرومبين لنا اكتيفيتر زين. هسه شوف شلون Prothrombin activator at the formation of prothrombin activator blood clotting commences with the formation of a substance called prothrombin activator زين which convert prothrombin من الى thrombin. فاذا هاي شوف قلنا وجودها تحول لنا البروثرومبين الى thrombin. Its formation is initiated by substances produced either within the blood or outside the blood. تكوين هاي البروثرومبين activator حتى نوصل لهاي المرحله هي الخطوه الاولى من خلال تحفيز مواد، من خلال مواد تنتج أما مع الدم نفس يعني مكونات الدم أو خارج مكونات الدم، فنسمي intrinsic pathway و extrinsic pathway. هاش فصار خطوة يعني حقيقة كلش يعني ما تحتاج هو بس على الرسم، مجرد على الرسم تفتهم الخطوات اللي تصير. بس عندنا هاي احنا قلنا أما ويا الدم نسمي intrinsic pathway أو extrinsic pathway. intrinsic pathway وهذا هسه احنا هنا مجرد ما يصير الانجري راح الكولاجين راح يصير الكونتاكت ويا هاي العناصر الكلوتينج فاكتور. هسه هذا الفاكتور 12 طبعا هذا inactive راح يصير active، هاي علامه الاي يعني معناها active one زين، يتحفز حتى يصير active. من يصير active ايش راح يسوي لنا؟ يساعد على تحويل عامل 12، تحويل عامل 11 ايضا يحفز لنا انه من يكون inactive الى active. العامل اللي 11 من صار اكتيف ايش راح يسوي؟ يحفز لنا التاسع يكون من اكتيف الى اكتيف. التاسع راح يحفز لنا العاشر بوجود شنو؟ العامل الثامن والبليتلت والكالسيوم عوامل مساعده. ايضا راح يحفز التاسع راح الاكتيف 1 راح يحفز العاشر، العاشر من راح يصير اكتيف ايش راح يصير؟ ايضا بوجود العامل الخامس والبليتلت والكالسيوم ايضا راح يكون تاثيره على التحويل البروثرومبين الى ثرومبين. هذا الاكسترنزك الانترنزك الاكسترنزك تشو دامج زين. ايضا العامل السابع راح يتنشط وجود عامل تشو اللي هو تشو فاكتور. ايضا هذا وجوده شنو راح يحولنا العامل العاشر اللي هو ان اكتيف الى حوله الى اكتيف، يعني نفس عمليه الانترنزك الداخلي والخارجي. النتيجه النهائيه انه يحولون ينشطون العامل العاشر بوجود العامل الخامس والبليتلت والكالسيوم راح يتحول البروثرومبين الى ثرومبين. الدور عندنا الثرومبين بوجود العامل ال 13 راح يتنشط يكون ان اكتيف يصير اكتيف، والثرومبين راح يحول الفايبرينوجين الى فايبرين، وبوجود العامل ال 13 النشط راح يتحول الى خثره من الفايبرين المستقره. بس هذا كل الحكيات انا في هذا الرسم، وهذا كله هاي الخطوات كلها ان انا رجع حاجيها بالتفصيل. intrinsic pathway for the formation of prothrombin and this pathway the formation of prothrombin activator is initiated by platelets which are within blood itself. زين خلال يعني هذا شنو intrinsic يعني ويا مكونات الدم نفسها. sequence of events of an intrinsic pathway شنو الخطوات او سلسله الاحداث اللي تصير؟ انه
خلال الانجريم قد يصير الاصابه البلاد فيزل از رابتشرد، لان راح يصير تمزق بالوعاء الدموي. اندوثيليوم الطبقه الداخليه للوعاء الدموي دامجت يعني تتضرر، والكولاجين بنيذ الاندوثيليوم از اكسبوز، ماده الكولاجين راح اللي تحت الاندوثيليوم راح تكون مكشوفه. العامل اللي يقول ال 12 وين فاكتور 12 نسموه هاجمان فاكتور كومز ان كونتاكت وذ كولاجين، راح يجي العامل 12 وين يكون باتصال ويا من مع الكولاجين، راح يحوله الى اكتيف 1 زين، يحوله الى عامل نشط زين، بوجود شنو ماده الكاليكرين والهاي مولكولر ويت نسموه كينو جين. الاكتيفيتد فاكتور 12 هذا مو حفزناه، قلنا من انكتيف كان صار اكتيف، راح يحول العامل ال11 زين ال11 ايضا الى العامل الى العنصر النشط بوجود شنو، بوجود ايضا الهاي المولكولر ويت كينوجي زين. الدور عندنا منه وصلنا علما الى الاكتيفيتد فاكتور عامل 11 اكتيفيتس فاكتور 9 راح يحفزنا العامل التاسع بوجود شنو، بوجود العامل الرابع اللي هو الكالسيوم زين. طبعا الرسومات كلها نفسها، لحد احكي كل رسم توضيحي، هذا الرسم وهذا الرسم المخطط وهذا المخطط كلهن أنا متقصدة حطيت لكم إياهن، حتى كل ما تقلبون صفحة تلقونها نفسها، حتى يبقى بأذهانكم إن شاء الله، تكون عملية سهلة وتفهمون الموضوع بسلاسة. الدور الاكتيفيتد فاكتور 9 العامل النشط اللي هو التاسع راح يتحول ينشط لنا منه العامل العاشر، ايضا كان انكتيف يحولنا الى العامل الاكتيف بوجود منه العامل الثامن والكالسيوم. بعدين البليتلت كومز ان كونتاكت وذ كولاجين اوف دامج بلاد فيزل ات جيتس اكتيفيتد اند ريليز فوسفوليبيدز زين، هذا بوجود البليتلت. الدور عندنا الاكتيفيتد فاكتور 10 رياكتس وذ بليتلت فوسفوليبيد، راح تتفاعل ويا هاي الموجوده البليتلت الموجوده زين، والعامل الخامس تكون بروثرومبين اكتيفيتر. الان هاي بس النتيجه النهائيه، تكون بروثرومبين اكتيفيتر. This needs the presence of calcium ions زين، اذا العامل الثامن والكالسيوم والعامل الخامس. الدور عندنا وين بليتلت هاي الخطوه العفوا هاي قلناها الخطوه احنا وين وصلنا هسه، وصلنا انه فاكتور 5 is also activated by the positive feedback effect of the thrombin، هذا العامل الخامس يقول راح يتنشط من خلال الـ عملية الـ positive feedback mechanism زين، انه راح يتنشط من خلال وجود الثرومبين، وهذا من يتنشط راح ايضا شنو، راح يسهل عملية الثرومبين activator مرة اخرى. الاكسترنزك باثوي، هذا الاكسترنزك باثوي اللي قلنا عليه، هذا الاكسترنزك باثوي تشو تروما انت تشو ترومبوبلاستين جلايكوبروتين فوسفوليبيد، وجود العامل السابع راح يتحفز العامل العاشر اللي هو الاكتيف 1 زين، بوجود الكالسيوم والعامل الخامس راح ايضا يتحول لنا الى البروثرومبين اكتيفيتر، هذا الاكسترنزك باثوي. اذا this pathway the formation of the prothrombin activator is initiated by the tissue thromboplastin which is formed from the injured tissue، بس شنو مو ضمن يعني البلد، هذا خارج البلد. Sequence of events of extrinsic pathway to show that tissues that are damaged during injury release tissue thromboplastin اللي هو العامل الثالث. The thromboplastin contains a protein, phospholipid and glycoprotein which act as a proteolytic enzyme. The glycoprotein and phospholipid components of thromboplastin convert factor 10 العامل العاشر إلى الactive 1 وبوجود العامل السابع. The activated factor اللي هو العاشر reacts with factor 5 and phospholipid components of tissue thromboplastin to form a prothrombin activator. This reaction requires the sequence of calcium ion. وجود هذا تحتاج إلى وجود الكالسيوم. فكلها كلها بالمخطط، تحفظون المخطط تصير عليه العملية عليكم جدا بسيطة وسهلة. المرحلة الثانية conversion of prothrombin into thrombin. Blood clotting is all about thrombin formation. Once thrombin is formed it definitely leads to the clot formation.
زين sequence of events in stage 2 the prothrombin activator that's formed in intrinsic and extrinsic pathways converts prothrombin into thrombin in the presence of factor 4 اللي هو الكالسيوم. Once formed thrombin initiates the formation of more thrombin molecules. كل ما يتكون thrombin راح يتكون يحفز لنا على تكوين thrombin اكثر. نفس الثرومبين اللي يتكون راح يحفز على تكوين ثرومبين جزيئات أخرى. The initially formed thrombin activates factor 5. زين هذا الثرومبين اللي يتكون راح أيضا يحفز لنا على تدشيط الحامل الخامس. Factor 5 in turn accelerates formation of both extrinsic and intrinsic prothrombin activator. هذا العامل الخامس بدوره راح يعجل تكوين البروثرومبين اكتيفيتر من خلال الطريقة الخارجية والداخلية which converts prothrombin into thrombin. This effect of thrombin is called positive feedback effect. زين الstage الثالث conversion of fibrinogen into fibrin. The final stage of blood clotting involves the conversion of fibrinogen into fibrin by thrombin. هذا طبعا هذا ايضا ملخص اخر يعني يوضح لكم الصورة اللي حكيناها. Sequence events of stage 3 thrombin converts in active fibrinogen. شوف هسه هون عندنا هذا الثرومبين هذا عندنا الفايبرينوجين inactive راح يحوله للاكتيف. زين polymerization lose strands of fibrin وجود العامل الثامن والكالسيوم الفايبرين تايت بلاد كلوت تكونت لنا الخثره المستقره والقويه. Thrombin converts to active fibrinogen, activate fibrinogen due to loss of two pairs of polypeptides from each fibrinogen molecules. The activated fibrinogen is called fibrin monomer. Fibrin monomer polymerizes its polymer with other monomer molecules to form and form loosely arranged strands of fibrin. Last step, later these loose strands are modified. راح تتعدل into dense and tight fibrin threads by fibrin stabilizing factor. إذا راح تصير تحول إلى شنو خيوط من الفايبرين القوية المتحدة وتكون هذا العنصر المستقر من الفايبرين بوجود العامل طبعا 13 in the presence of calcium أيضا وجود العامل الرابع الكالسيوم. All the tight fibrin threads are arranged to form a meshwork of stable clot. ويكون لنا الخثرة المستقرة وينقطع النزيف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.